وما زلنا نرصد ردود الافعال بعد قرار فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته الدستوريه واصدار قرار جمهوري بالعفو عن مجموعه من الصادر بحكم احكام قضائيه ومنهم طبعا باتريك زكي ومحمد الباقر، طبعا ده استجابه لدعوه مجلس امناء الحوار الوطني والقوى السياسيه. بيشرفنا يكون معانا على الهاتف استاذ جمال الكشكي عضو مجلس امناء الحوار الوطني. اهلا بيك استاذ جمال. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني حضرتك تقول لنا رايك ايه بعد هذه الاستجابه السريعه من فخامه الرئيس وهذا القرار الصادر منذ دقائق؟ في الحقيقه يعني هذه الاستجابه السريعه اثاجت صدور مجلس الامناء وبالطبع الشارع السياسي المصري. هذه الاستجابة السريعة يعني تؤكد دعم السيد الرئيس للحوار الوطني وتؤكد أيضا صحة وسلامة المسار السياسي، مسار الإصلاح السياسي المصري الذي يتبناه السيد الرئيس، ويؤكد يعني إدراك كبير جدا لدى القائمين على الحوار الوطني بأن السيد الرئيس يقف خلف الحوار ويدعم الحوار، وأن هذه الاستجابة تأتي في سياق استجابات عديدة سابقة سريعة من بينها الإفراجات يعني التي حدثت من قبل، رقم واحد. رقم اثنين الاستجابة السريعة أيضا لمشروع قانون استمرار الإشراف القضائي، أيضا استجابة ووعد السيد الرئيس في المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد في برج العرب قبل عدة أسابيع، ووعد السيد الرئيس بالتصديق على كل ما تقدمه إدارة الحوار الوطني دون قيد أو شرط طالما أنها في حدود صلاحيات السيد الرئيس القانونية والدستورية. هذه الاستجابة في الحقيقة يعني تؤكد أن هناك ثقافة جديدة في الجمهورية الجديدة، وأن الرئيس هو أب لكل المصريين، وأنه يفتح المجال واسعا أمام كل المصريين بالمشاركة في بناء الدولة الجديدة والجمهورية الجديدة. حضرتك شايف الأثر الإيجابي لهذا القرار؟ يمكن الكل ما فيش حد كلمناه إلا وما قال إن استجابة سريعة يمكن ما كانتش متوقعة بهذه السرعة من فخامة الرئيس. تقول لنا الأثر الإيجابي لهذا القرار تحديدا خلال الفترة الجاية على الشارع السياسي. يعني هذه الاستجابات لم تكن جديدة على السيد الرئيس، ولكن المفاجأة أن السيد الرئيس كلما توقعنا استجابة سريعة يفاجئنا باستجابة أسرع، وبالتالي علينا هنا وضعنا أمام مسؤولية أن نكون عند حسن ظن السيد الرئيس وأن نكون عند جاهزية الإدارة السياسية للسيد الرئيس، وأن نكون يعني نسابق الزمن، لأنه دائما الرئيس يسبق بخطوات في الحقيقة يعني كل شيء. وبالتالي هنا وهذا ما نلمسه على أرض الواقع سواء في الإنجازات أو في يعني ما يقدمه الحوار الوطني، وبالتالي هنا هذه الاستجابة يعني كما لمسنا وتابعنا خلال يعني الساعات القليلة الماضية منذ استجابة السيد الرئيس، وهناك ردود أفعال إيجابية كبيرة لدى القوى السياسية والأحزاب، وهناك يعني مصابيح تضاء أمام الشارع السياسي من أجل يعني حالة خلق حالة زخم وحيوية وحركة في الشارع السياسي بين القوى السياسية والأحزاب، وهذا يؤشر على أنه مستقبل العملية السياسية في مصر سيكون أفضل بلا شك، وأن الحوار الوطني لعب وأنعش الحالة السياسية في مصر. ربما يعني تشهد الفترات المقبلة مزيد من الاستجابات للحوار الوطني. القرار الخاص بسيادة الرئيس كان واضح ان هو استجابة للحوار الوطني، وده اتقال بشكل واضح في البيان، ويمكن طبعا كان في بيان من الحوار الوطني مجلس الامناء بيشكر فيه سيادة الرئيس. شايف ازاي ان يكون في استجابة لمجلس الامناء الحوار الوطني بهذا الشكل السريع، ازاي يكون في اثر ايجابي لهذه الاستجابة على الحوار الوطني خلال الفترة الجاية ان شاء الله؟
من المؤكد أن هذا سينعكس إيجابيا على أداء المشاركين، على أداء الفاعلين. هناك طموح، هناك أمل كبير جدا في تحقيق مزيد من المكاسب. نحن أمام رئيس يصنع بيئة إيجابية وصحية للعمل العام والعمل السياسي في مصر من خلال منصة الحوار الوطني، وبالتالي من المؤكد أن الجلسات المقبلة والفترات المقبلة من عمر الحوار يعني ستشهد ارتفاع في منسوب التفاعل ما بين القوى السياسيه بعضها البعض. استاذ جمال الكشكي، عضو مجلس امناء الحوار الوطني، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، واكيد هنتواصل الفتره الجايه في طبعا اطار الحوار الوطني وكل الاستجابات الخاصه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكرك شكرا جزيلا، وشكر موصول لكل متابعي تلفزيون الوطن في كل مكان. وانتظرونا في خدمات اخباريه جديده خلال الساعات اللي جايه. شكرا جزيلا لكم.